ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي. أستاذ علي، بداية مرحبا بك. يعني جريدة أهلا بك جريدة الأسوشيتد بريس في تقرير لها قالت إن 11 ألف معتقل من نينوى وحدها يواجهون أحكاما بالإعدام أو السجن المؤبد. يعني هل من أعداد المعتقلين والمحكومين في العراق ككل في ظل تعتيم حكومي؟ كريم، نحن نتحدث عن أكثر من 65 ألف شاب ومعتقل من محافظة ومفقود ومغيب قسرا من محافظة الموصل. حتى الآن المعتقلين كلهم يعتبرون في إعداد الموتى، لأنه لا يوجد أي وسيلة تواصل وياهم، لا يوجد لديهم حق في توكيل محامي، لا يوجد لديهم حق في ممارسة أبسط حقوقهم كمعتقلين. ثم أن المشكلة يا سيدي الكريم الحقيقية اللي إحنا المفروض نتحدث عنها والعالم يسمعها، كل الدلائل والإشارات والتصريحات والإعلانات الحكومية ومعلومات الاستخبارية ومعلومات اللوجستية اللي صدرت عن قوى التحالف ودول أخرى كلها أكدت أن عدد ما يسمون بداعش لا يزيد عن 800 شخص. طيب هذه الأعداد الآن 50 ألف شخص معتقلين و50 يعني 65 ألف شخص في عداد المفقودين، أكثر من 12 ألف، هم يقولون 11 ألف بس الإحصاءات الأدنى تقول هم أكثر من 12 ألف و500 اعتقل على نفس هذا الملف اللي يتحدثوا منه. طيب هذا هذا هذه المشكلة الآن، مشكلة أن أنت تأتي توصم محافظة كاملة ليس لديها ذنب في كل ما جرى. ما جرى في محافظة الموصل من احتلال لداعش ومداهمة وجرائم حدثت بها سببها فشل الحكومة. الحكومة هي المسؤولة عن كل ما جرى في محافظة الموصل وبقيادة المالكي وحزب الدعوة اللي منضوي للحكومة الآن. التقارير تتحدث التقارير عن اكتظاظ المعتقلات بالرجال وكذلك النساء والقاصرين. هل من ضمانات للقاصرين سواء في أماكن احتجازهم أو يعني محاكمتهم؟ سيدي، قانون القوانين والشرع الدولية كلها ترفض رفضا قاطعا وجود القاصرين مع الكبار. يعني هذه أبسط شيء. الآن نحن نتحدث عن عمليات عزل، هناك يعني عمليات حجر، عمليات يمارس على أهالي الموصل وأهالي الشرقاط وأهالي القيارة ومناطق أخرى، تمارس عليهم عمليات حجر كالتي مر بها الهنود الحمر سابقا. هذه مصيبة، نحن أمام عملية إبادة عوائل بكاملها. يعني أمس اطلعنا على ملفات عائلة من 20 و30 شخص بصغارهم ونسائهم وأطفالهم ورجالهم وشبابهم كلهم معتقلين. ثم من يصدق؟ يعني كيف نثبت هؤلاء؟ ماكو، لا يوجد أي دليل يثبت على أن هؤلاء مدانين أو الاعتقالات تمت. المشكلة الأساسية بالاعتقالات اللي زيدت الاعتقالات هي قرار الحكومة اللي أصدرت للناس وقالت لهم ابقوا في أماكنكم، وهذا هو اللي تسبب بالكارثة. نحن نتحدث فيما يخص الموصل في المعتقلين، قبل 4 أيام كان رئيس الحكومة اللي يفترض أنه هو مسؤول عن أحمرها وأبيضها وأسودها في الشعب العراقي يقيم احتفال في ملعب الموصل. كان الأولى به أن يلتفت إلى الجثث، أكثر من عشرات آلاف الجثث الآن لا تزال. معظم المحاكمات أستاذ علي يعني تفضي إلى إعدامات المعتقلين. يعني ما الشروط؟ هم هؤلاء كل المعتقلين الآن في عداد القتلى، في عداد المختطفين والمغيبين قسرا. هل من سبل مغيبين قسرا؟ نحن الآن نتواصل مع المنظمات الدولية ونوجه نداءات إلى المنظمات الدولية، لازم يكون هناك حل. المطلوب الآن أن دول الجوار، لأنه المجلس الأمين والأمم المتحدة لا تتحرك إلا بطلب من دولة. المطلوب الآن إحدى دول الجوار أو الدول التي تدعي بأنها تريد إصلاح الوضع في العراق، الدول التي تحالفت لتدمير العراق، الآن تتقدم وتنقذ هؤلاء. المطلوب الآن لجنة أممية محايدة، وهناك في الأمم المتحدة مجاميع موجودة، مجموعة تعقب قضايا المعتقلين، مجموعة تعقب قضايا
الإعدام، مجموعة تعقب قضايا التعذيب. المطلوب الآن تحرك دولي يجبر هل مجلس تقدمتم الأمن بطلبات من أجل ذلك؟ هل تقدمتم بطلبات من أجل ذلك؟ من 30 طلب، وعن طريق أكثر من 50 أو 60 منظمة دولية، ولا زلنا نحاول. هذه مشكلة الآن كارثة. ثم أن هذا عملية الانتخابات الآن وما تسمى بالانتخابات يحاولون من خلالها يعني يتناسون هؤلاء، وللأسف أن هناك من يأتي إلى أهالي هذه المناطق ويدعي بأنه يريد تمثيلهم ويوعدهم بأنه سوف يبحث عن هذا الأمر. طيب أنت كنت في أعضاء في البرلمان، وكنت لماذا لم تبحثوا عن مختطفي الرزازة؟ لماذا لم تفعلوا شيء إلا مختطفي الموصل؟ هذه المشكلة. الناس الآن ملتهية بالانتخابات، والجثث لا زالت تحت الأنقاض، وعشرات الآلاف تغص بها السجون من الأبرياء، ليس لهم أي تهمة يا سيدي. حتى ما يسمى برئيس الجمهورية حين طالبوه بتوقيع قرارات الإعدام قبل فترة، قال لم أجد إلا واحد من بينهم متعاون مع داعش، والبقية كلهم لم تثبت عليهم شيء. لكن المشكلة الآن هو انهيار منظومة القضاء، انهيار منظومة التحقيق، انهيار منظومة القيم في العراق. ولذلك هؤلاء بأيدي ميليشيات طائفية، مصيرهم معلق بأيدي ميليشيات طائفية. شكرا لك. ومن المحافظات يتباكون على الأصوات. من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق الأستاذ علي القيسي، شكرا جزيلا لك.